مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم البامية على الطريقة العراقية. عنا بامية لحمة غنم مقطعة بهيدا الشكل، سلقتن اكيد ساعة، وعنا مرقة من اللحمة اللي سلقتها، ملح ملعتين صغار ملانين شراب، ملعة صغيرة سمنة، 7 حبات ثوم مقطعين بهيدا الشكل، زيت نباتي، و4 حبات بندورة. بس بحزة شوي للبندورة بهيدا الشكل ليسهل علي تقشيرها. بحط فوقها مي مغلي. بحط البندورة على جنب. بجيب طنجرة بحط بقلبها زيت نباتي. حطيت حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي. كمان بحط السمنة والثوم. بفضي المي عن البندورة. بقشرها وبحطها بالمكنة. هلا بنفرم البندورة. هلا خلصنا فرم البندورة. بس قليت الثوم بهيدا الشكل، هلا بحط مرقة البندورة، الشراب. بحركهم شوي مع بعض. بحط اللحمة وبغليهم شوي مع بعض. بحرك قبل. هلا بتركهم يغلوا شوي مع بعض. بغطي الطنجرة اكيد. بس غلوا مع بعض حوالي دقيقة. بحركهم شوي. وهلا بحط فوقهم البامية. كمان بحط المرقة، برش ملح على الذوق اكيد. بحركهم شوي مع بعض. هلا بغطي الطنجرة وبتركهم ليغلوا مع بعض. هذه البامية بعد ما غلت نص ساعة مع بعض استوت وصارت جاهزة للتقديم. هيدي البامية العراقية اللي عملناها مع بعض بتتقدم مع رز. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.